طيب اتفضل بقى، معاكم 10 دقايق من دلوقتي. Colors are not important. جملة شدتني ولفتت نظري قوي وخلتني أفكر، لو إحنا بنشوف كل حاجة حوالينا أبيض وأسود من غير ألوان، لو إحنا بدأنا من الآثار والنقوش على الحيطان من آلاف السنين كلها أبيض وأسود، طب لو إحنا بصينا للطبيعة من حوالينا زي الجناين اللي بتريحنا والبحر اللي بنستنى عشان نسافر له كل سنة عشان نشوفه برضه أبيض وأسود من غير ألوان. طب الحيوانات اللي احنا بنربيها عندنا في البيت كبيتس برضو من غير الوان خالص، ده هيخلق حاله من الـ inaccurate identification لبعض الصور اللي احنا بنشوفها في حياتنا. ومثال على ده الصوره اللي قدامنا دي، يا ترى الصوره دي ايه؟ وده اللي احنا هنشوفه معانا ان شاء الله في اخر البرزنتيشن. انا احمد عاطف، احنا تيم جينيريشن 5، هنتكلم عن دور الكالرز في السايكولوجي والبرسوناليتي والكالتشرز واخيرا في الاستودينج. طب يا ترى الكالرز ازاي بتاثر على الكيمياء بتاعت الانسان؟ وده اللي احنا هنشوفه مع احمد طارق. كالر سايكولوجي ده يعتبر العلم اللي بيفسر الاتصال ما بين الالوان والعقل، والالوان بتاثر على العقل سواء بطريقه مباشره او غير مباشره، وسواء احنا حاسين بكده او لا هي كده كده هتاثر علينا بطريقه بوزيتيف او نيجاتيف على حسب الالوان دي بتاثر على كل الحواس بتاعتنا. وأول لون معانا هو اللون الأصفر. اللون الأصفر ده بيدي إحساس بالفرحة وإحساس بالدفء زي شروق الشمس كده. ومعانا اللون الأصفر برضو بيخلي الأطفال تعيط أكتر، فلو أنت هتخلف طفل جديد أو كده ما يفضلش لون أوضته يبقى أصفر. بعد كده معانا اللون الأسود. الأسود من الألوان اللي بتعبر عن القوة والغموض والشر، عشان كده دايما بيستخدموه في أفلام الرعب، وبتبقى البوسترز والفيلم من جوه بتبقى الثيم بتاعته كلها سودة. وبعد كده اللون الأزرق يعتبر من أكتر الألوان اللي الناس بتحبها وخاصة الرجالة، وكمان لون بيوحي بالثقة، عشان كده في بنوك كتير بتستخدمه زي CIB وفيزا وباي بال ويونايتد نيشنز، ده الشعار بتاعهم، وبرده السوشيال ميديا بيستخدموه. اللون الاحمر بعد كده هو اللون بيعبر عن حاجتين مش عكس بعض بس بعاد جدا عن بعض، هما الحب والغضب. وبرده الفرق اللي بتلبس لون احمر بتكسب اكتر، مش بفرق كبير بس فرق كتير بتلبس لون احمر بتكسب كتير زي الاهلي وزي الباير. وبرده اللون الاحمر بيحفز الاكل الجوع عند الانسان وبيشد الانتباه، عشان كده في براندات كتير جدا للاكل بتستخدم اللون الاحمر. بعد كده اللون البينك، الاوضه دي تفتكروا اوضه فين؟ هي باين قوي انها اوضه، بس الاوضه دي في سجن، ودي درجه من البينك اسمها بيكر ميلر بينك، ودي بتخلي السجناء ما يتعصبوش وبتقلل التوتر والضغط عندهم. وعايزين نشوف دلوقتي الالوان علاقتها بالبرسوناليتي مع احمد سيف. طبعا كلنا عارفين ان كل شخص بيبقى ليه لون بيعبر عنه وبيظهر شخصيته، يعني مثلا الشخص اللي شخصيته قويه وغامضه ويعني استفزازي شويه بيبقى لونه جراي. الشخص بقى المتفائل والفريندلي واللي بيخطط دايما على المدى البعيد بيبقى اورنج. الشخص السلمي والهادي واللي دايما بيوازن بين الامور بيبقى جرين. الشخص اللي بيحب المغامره وجريء ودايركت دايما في كلامه كريمسون. الشخص الكرييتيف ومعبر والعاطفي شويه بيبقى بيربل. الشخص بقى اللي بيعتمد عليه وعملي وقيادي شويه بيبقى بلو. طيب دلوقتي احنا هنتكلم عن الالوان كانها اشخاص، يعني لو في لونين مختلفين عن بعض ايه اللي هيحصل؟ تعال نتكلم عن اول كومباينيشن وهي البلو اند اورنج. الاثنين دول جيفرز بس في فرق بينهم بسيط، يعني مثلا البلو بيعطي نفسه اكتر للشغل، دايما بيهتم بادق التفاصيل في شغله، انما الاورنج دايما بيعطي نفسه اكتر للناس، بيكون عايز يساعدهم ويخلي حياتهم في افضل حال. تاني كومبينيشن نتكلم عنها هي البيربل اند جرين. الاثنين دول بيعملوا مع بعض تيم مريح ومرن جدا. يعني الجرين صعب انك تستخرج منه الافكار اللي هو بيفكر فيها، ودايما بيرضوا وبيكون عايز يشوف ادق التفاصيل في الحاجات اللي هو بيعملها زي البلو بالظبط. انما البيربل ده كرييتيف زي ما قلنا فوق خالص، وهو دايما بيفكر خارج الصندوق، عشان كده الاثنين دول مع بعض بيعملوا عمل مثير للجدل. وده QR كود تقدر تخش عليه عشان تعرف ايه اللون اللي بيمثل شخصيتك. ودلوقتي هل الالوان بتمثل نفس المعنى في كل الثقافات؟ دلوقتي هيبقى معانا لينا احمد هتجاوب لنا على السؤال ده. 5 4 3 2 1
زي ما شفنا في الفيديو اللي فات من ابرز الامثله عن اهتمام الكالتشرز بالالوان هو الهولي فيستيفال او برضو المعروف بالفيستيفال اوف لوف او فيستيفال اوف كالرز. ولو لاحظنا في الالوان اللي بيستخدموها في الفيستيفال ده بيستخدموا الوان معينه بتدل على ثقافتهم زي اللون الازرق وهو بيمثل الهندو جاد كريشنا، واللون الاورنج او برضو المعروف بالصفرون وهو اللون الرمزي للهندوس واللي برضو بيلبسه رجال الدين. وبرضو من اهم الامثله اللي المفروض ناخد بالنا منها هو اختلاف اللون على حسب مكانه. يعني احنا عندنا عالم اندونيسيا وبولندا هما الاثنين بنفس الالوان، لكن معنى الالوان فيهم بيختلف. يعني عندنا عالم اندونيسيا اللون الاحمر فيه بيمثل الشجاعه ودماء الشعب الاندونيسي، لكن اللون الابيض بيمثل الانتماء للبلد. وفي عالم بولندا اللون الابيض بيمثل الامل للشعب البولندي، واللون الاحمر بيمثل النضال من اجل الحريه. وبرضو عندنا عالم فرنسا ونيذرلاندز، عالم نيذرلاندز اللون الابيض فيه بيمثل السلام والصدق، واللون الاحمر بيمثل القوه والشجاعه، واللون الازرق بيمثل النضال والولاء للبلد. لكن في عالم فرنسا اللون الابيض هو اللون الرمزي لهاوس اوف بوربون، وجوده على الملك وجوده على العالم بيمثل الملك، واللون الاحمر والازرق بيمثل مدينه باريس، لان هما كانوا زمان ايام اقتحام الباستيل كانوا بيلبسوا طواقي عليها الشرائط حمراء وزرقاء. ومن اهم الامثله هنا في مصر ان هو في الايجيبشن باريد اللي عملوه من كام اسبوع ان هم كانوا بيهتموا بدرجه معينه من الازرق، وهي الايجيبشن بلو المعروفه برضو بالكالسيوم كوبر سيليكيت، لان هي كانت اول صبغه صناعيه عملوها على مر السنين واستخدمها المصريين. ودلوقتي يا ترى احنا كطلاب ممكن نستفيد من الالوان مع في حياتنا الدراسيه ولا لا؟ هنشوف اجابه السؤال ده مع مينا فادي في Studying with Colors. كأبليكيشن لينا احنا كطلاب في الجامعة للكولرز ممكن نستفيد بيها ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض ثلاثة كولرز اساسيين. نبدأ بالجرين. الجرين ده الويف لينث بتاعته قليلة فبيبروموت الريدفولنس والكولرز، فعشان كده دايما عملوا دراسة اثبتوا فيها ان الناس اللي بتشتغل في الاوفيس الانفايرمنت بتاعه جرين دايما بيبقى عندهم ساتسفاكشن بشغلهم وناجحين اكتر وعندهم concentration على المدى، يقعد مدى طويل مركز في الحاجة اللي هو بيعملها. example على ده مشهور جدا هو الابل بارك. شركة زي ابل ايه اللي يخليها تصرف 5 مليار دولار على بارك زي ده؟ وزي ما شايفين مبنى هو ازاز وحواليه كله جناين، فده ممكن بيأكد الفكرة اللي احنا كنا بنقولها. لو اخذنا لون الاورنج مثلا ده بيسموه المود ليفتر. طب ليه؟ علشان العلماء اثبتوا ان الانفايرمنت الاورنج لو حد قاعد فيه بيخلي الاكسجين يتدفق في المخ بصوره كبيره، فعشان كده دايما سجستد ان التست سنترز تبقى باللون الاورنج. واكزامبل على ده الديولينجو انجلش تيست، الويب سايت بتاعهم هو لون اورنج والامتحان اورنج برضه. اخر لون هو البلو، ده بيبروموت البرودكتيفيتي، فعشان كده دايما هو سجستد للناس الاكاديميكس زينا كده. وده يفسر استخدامنا من واحنا صغيرين للقلم الازرق، الحبر الازرق يعني، وفي الهايلايتنج كمان. بمناسبه الهايلايتنج احنا هنشوف فيديو دلوقتي وضحنا تيبس ازاي كده نعمل هايلايتنج للنوتس بتاعتنا. يا ترى دلوقتي حصل ايه في الصورة اللي عرضناها في الاول؟ تعالوا نشوف الاجابة مع احمد عاطف. نرجع تاني للصورة اللي احنا كنا سيبناها في الاول، وزي ما هو واضح قدامكم دي صورة بحر. طب هي خلاص بالبساطة دي؟ خلاص. طب اي حد ممكن يتوقعها. الكلام ده مش مظبوط. احنا عملنا statistics ما بين 100 واحد من اصحابنا جوه الكلية وبره الكلية، ولقينا ان في نسبة فوق 50% معرفتش تعرف ان هو ده بحر، ومعرفتش تميز
ان ده بحر من ماونتن او اي حاجه تانية. وده اللي بياكد وبيثبت النظريه بتاعتنا، وبيخليني ارجع لاول جمله انا خالص قلتها في البرزنتيشن، بس هنشيل منها كلمه واحده بس وهي كلمه نوت، فتبقى معانا colors are important. وبكده يبقى احنا قدرنا نوضح اهميه الكالرز في حياتنا اليوميه وتاثيرها على حياتنا وشخصيتنا. وبتمنى ان احنا نكون ان شاء الله قدمنا البرزنتيشن بشكل كويس، واتمنى ان تكونوا استمتعتوا، وشكرا جدا وشكرا جزيلا. جميل يا باشمهندس، شكرا.